السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة المهندس محمد عبد الله مطر من مؤسسة لمسات نهائية للخدمات والصيانة العامة. مهندس محمد عبد الله مطر، مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. بالبداية، أنت أشهر من أن تعرف في مؤسسة لمسات نهائية للخدمات العامة. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو المهندس محمد عبد الله مطر؟ تفضل سيد محمد. أنا المهندس محمد عبد الله مطر نمر. نعم. خريج جامعة فيلادلفيا. تأسست صاحب مؤسسة لمسات نهائية للخدمات والتشطيبات العامة والديكورات. نعم. مهندس محمد عبد الله مطر نمر، نتحدث عن تأسيس مؤسسة لمسات نهائية للخدمات والصيانة العامة. متى تأسست وفكرة وإنشاء هذه المؤسسة؟ تأسست المؤسسة في عام 2016 بدايته. نعم. تقريبا بشهر واحد. وفكرة الشركة أو المؤسسة بشكل عام هي عن مجال المقاولات الموجود في هذا البلد. نعم. مع شراكة عريقة بالمجالات التشطيبات مع بعض المهندسين القدامى في هذه البلد. جميل. مهندس محمد عبد الله، احنا نقول عنك شاب من فرسان التغيير ما شاء الله عليك. لو نتحدث عن آلية العمل وأهم الخدمات في هذه المؤسسة. آلية العمل، طبعا عندنا إشراف هندسي كبداية الموقع، ينزل يشوف يكشفنا الموقع كأساس ويأخذ أقل الأسعار للمواطن أو المقيم أو المستهلك في هذا البلد. وعندنا مهندس إشراف فني. نعم. يكون متابع على العمال أو الصنايعية الموجودين في هذه الورشة. نعم. والآلية تتم تسليم الهندسي. يعني احنا يعني عملنا ينطبق على التسليم ذات الجودة العالية. نعم. مهندس محمد عبد الله مطر، هل يوجد تعاون بين هذه المؤسسات ونقابة المهندسين؟ نعم، يوجد. يوجد تعاون يعني؟ أكيد طبعا، لازم التعاون يكون مع المهندس الأقدم منك. نعم. يعني ذات خبرة وكفاءة. طبعا ذات خبرات وكفاءات. نعم. في هذه بتواجهوا مشاكل معوقات في هذه المؤسسة؟ والله من جهات معنية، من تراخيص؟ لا 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 يوجد. لا يوجد. لا يوجد. يعني أمور روتينية. أكيد طبيعي جدا. نعم. جميل. شو بتحب توجه رسالة لنقابة المهندسين؟ رسالة شكر أكيد لتعاونهم معكم. أشكر نقابة المهندسين وأشكر كل من يعمل فيها على الإخلاص والجهد المبذول لبناء هذا البلد الجميل. نعم. نعم. مهندس محمد عبد الله، نتحدث عن آخر المشاريع التي قمتم بها في هذه المؤسسة. آخر مشروع تقريبا كان لمدارس الريادية. نعم. تم عمل غرف الإدارة فيها. نعم. ثلاث غرف، ديكورات وأرضيات 3D. نعم. تشطيبات فاينل سلك. جميل. مهندس محمد، ما هي طموحات هذه المؤسسة؟ أكيد لك رؤية مستقبلية في هذه المؤسسة. طبعا كل واحد له رؤية مستقبلية. رؤيتنا هي تشغيل أبناء الوطن أول شيء. نعم. والأيدي العاملة. وثاني السوق الأردني سوق واعد. نعم. وجميل. ونطمح إن شاء الله إلى المستويات الأعلى ونوصل إلى أعلى المراتب. جميل. مهندس محمد عبد الله مطر، لو نتحدث عن الشعبية، من أين جاءت؟ أكيد شعبية مؤسسة لمسات نهائية للخدمات والصيانة العامة أكيد إلى شعبية كبيرة، من أين جاءت هذه الشعبية؟ طبعا الشعبية هي أول شيء تبدأ على المعارف والأصحاب والأصدقاء. نعم. ثاني شيء عن الدعايات الإلكترونية والدعايات جرائد الصحافة الإلكترونية، الصحافة الورقية طبعا. نعم. وقنوات التلفاز. جميل. مهندس محمد عبد الله مطر، أكيد هذا القطاع تطور بشكل ملحوظ في الأردن في الآونة الأخيرة، كيف تراه في الأردن؟ تطور كل فترة إلى فترة ينمو إلى أعلى. نعم. وفي أحسن، في تقدم، في أفكار جديدة تدخل البلد.
من طبعا من ابناء البلد نفسهم مش من برا. كل واحد يحب انه يكون مستقبل له جميل. نعم. مستقر هادئ. نعم. وهذا ينعكس على الاقتصاد الاردني طبعا وينعكس على المجتمع. جميل. جميل. مهندس محمد عبد الله مطر، انت ما شاء الله عليك مش فرسان تغيير، حابين توجه رساله لجيل الشباب الخريجين الجدد، واكيد في بتشوف بتواجه ثقافه عيب كثيره في الاردن وكثره بطاله، حابين نغير هذه البطاله ونغير هذه الثقافه الغير مرغوبه عندنا في الاردن، حابين الشباب يشتغلوا، يعني في شباب بتخرجوا من الجامعه بدهم مثلا نفس التخصص نفس اللي مثلا تخرجوا فيه، حابين نغير هذه الثقافه، حابين نوجه رساله لجيل الشباب، توعيه وارشاد اكيد من المهندس محمد عبد الله مطر، تفضل. اول شيء اشكر كل طالب مجتهد، واحنا الان على مرحله طلاب التوجيه. نعم. اسال الله ان يوفقهم جميعا. وطلاب الجامعات في مجالات كثيره، ليست يعني طلاب الهندسه يوجد لهم مجالات كثيره وليست محدده. نعم. يعني بامكانه يدخل مثلا اداره مشاريع، يدخل تصميم وهو جالس يعني في احد المكاتب يقول تصميم. صح. ليس انه مثلا كمهندس انه مثلا ينزل على الموقع او مثلا يتمنى انه يحصل على راتب عالي او مرتفع ليبدا حياته سعيده، لكن من يبدا حبه حبه يوصل لل، يعني نقول من ببدا من الصفر، واحد لازم مش يطلع السلم مره واحده. أيوة. لازم شوي شوي. طيب نعم. جميل. مهندس محمد عبد الله، قبل نهايه هذه الحلقه حابين نحدد للساده المشاهدين موقع مؤسسه لمسات نهائيه للخدمات والصيانه العامه وارقام الهواتف اكيد للتواصل مع حضرتك مهندس محمد. اكيد طبعا. موقعنا على اشاره البشيتي واللي هي تسمى العساف. نعم. مجمع ابو العيسى، الطابق الثالث، المكتب رقم 19. نعم. مهندس محمد، ايضا احنا بمناسبات وطنيه سعيده، عيد الاستقلال، عيد الثوره المئويه، حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير وعلى المشاهدين. لو قدر لك في هذه الايام انت قابلت مجله الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه المناسبات، بدناش نحكي احنا في ظل هذه الظروف الملتهبه، الظروف الاقتصاديه، الله يديم الامن والامان على جميع الدول العربيه، لو قدر لك ان تقبل مجله الملك عبد الله الثاني في ظل هذه المناسبات الوطنيه، ماذا ستقول له مهندس محمد عبد الله مطر؟ اول شيء اهنئ الملك عبد الله الثاني على قبول شهر رمضان ان شاء الله، والله يتقبل منا ومن جميع الاعمال. واشكره على حمايه الاردن والامن والامان والسلامه. و طبعا لابد ان يعني مثلا اذا ما كان في صاحب ملك معين تفرط الشيء هذا. اكيد اكيد. فنشكر الملك على جهوده على اخلاصه للبلد، والله يحفظه ان شاء الله ويخليه. وفي نهايه لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل للمهندس محمد عبد الله مطر صاحب مؤسسة لمسات نهائية للخدمات والصيانة العامة، نقول لك الله يعطيك العافية مهندس محمد، وشكرا جزيلا لدعمك لبرنامج إنجازات وطنية. الله يعطيك العافية. كل عام وانتم بخير. هم بس